هي الفكرة بدأت من موضوع التخرج ديالي اللي كان لتحصل على شهادة الماستر في جامعة البوليدة. كانت الأم ديالي مرضت بالمرض القلبي. نحيي الوالدة التي هي تقف الآن في كواليس هذا البرنامج، تحية لها. تحية لوالدة فاطمة الزهراء، وصلي فاطمة. نعم، إذا كي مرضت الأطباء كانوا ما عرفوش لا مالادي وشنو هي، وهي كانت نسبة الخطورة ديالها يعني شوية زايدة. مع جات مع موضوع البحث الخاص بالماستر، بديت ندير البحوثات تاعي، لقيت لو تو دو مورتاليتي اكوز دي مالادي كاردياك اوردينير او بيان نو دي نوفيل مالادي، ما 87% اكوز دي افي سي، دونك ان الجيري سولمون. سي بور سا حبيت ندير، كوني انا مختصه في المجال هندسه البرمجيات، وكان عندي فكرة على الذكاء الاصطناعي، حبيت ناخذ المغامرة ونسي ندخل الذكاء الاصطناعي كحل من حلول المجال الطبي. اقترحتيه كحل من الحلول، والنتيجة ماذا كانت؟ والنتيجة كانت خرجنا ب ان براسلي كي ديتكت، اللي يعمل على تشخيص الامراض القلبية الجديدة والمعروفة، ايضا على بنسبه 97% النتيجه ديالها. ايضا فيها اوبسيون تنبؤ بال اون كاو اليا اون بريزونس دان افي سي، في حاله الميت، في حاله لو باسيون هذاك يكون رايح بعيد الشر، دونك تجيه نوبه قلبيه. اذا لو براسلي هذاك مع لابليكاسيون de recherche, elle va détecter et prédire le risque avant de. هذا السوار الذي صممتيه بناء على تقنية الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة تصميم أم يمكن أن يتحول إلى الميدان حتى يستخدمه المرضى؟ أنا ذا كان في مرحلة التجربة. نعم. بعد ذلك، بعد خضوع لعدة تجارب، الآن أصبح برودكت، يعني منتوج جاهز. نعم. تحية لفاطمة الزهراء تشيكو التي قامت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بإقحامها في المجال الطبي لأول مرة في الجزائر، صراحة تستحق تحية كبيرة.